مساكم هلا ومساكم غلا، أحلى مساء لكل أصدقائنا ولكل مستمعين موجتنا السعودية ألف ألف أف أم. أنا مينا العبدالله، ما زلت متواصلة معاكم في ساعتنا الثانية من برنامجكم اليومي طبابة ألف. وفي ساعتنا الثانية رح يكون موضوعنا عن الكوتشنج، فإذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار وحابين تشاركون معنا سواء عبر الاسم اس أو عبر هاتفنا المباشر، المشتركين الاستيسي رح يكونون على 84-7700 ومشتركين موبايلي 640-660 وزين 746-262. إذا اللي حابين تشاركون بشكل مباشر رح يكون على الرقم 7005-7499. الموضوع اليوم الكوتشنج، إذا حابين تعرفون شنو الكوتشنج رح يكون معنا الكوتش الدكتور هاني باحويرث، باحث دكتوراه في الاستشارات وكوتش معتمد وأيضا عضو مشارك بجمعية الكوتشنج البريطانية. مساك الله بالخير دكتور هاني. مساء الأنوار، حياكم الله. الكوتشنج أكيد الكل بيقول شنو الكوتشنج، يعني يمكن لبعضهم بيفتكرونها نوع من أنواع الملاكمة ولا نوع يعني من الكتب، أو يعني هي بتعتبر، أنا بعتبرها من الثقافات أو المهارات الجديدة علينا دكتور هاني، فيليت تعطينا شنو الكوتشنج، لا يكون بس بوكسنج ولا الكوتشنج حقيقة كلمة كوتش ككلمة يعني متعارف عند الرياضيين أنه المدرب في الملعب، ومعرفة أنه لاعب مشهور زي ميسي أو اللاعبين المشهورين بصفة عامة أنه يكون عنده كوتش، هذه حاجة مقبولة في المجتمع، يقول لك اللاعب الرايح رايح للكوتش، رايح للتمرين، رايح للتدريب. انتقل هذا المفهوم إلى عالم الحياة أو إلى عالم البزنس، فأصبح حتى رجال الأعمال، الموظفين، الناس في حياتهم العادية يمتلكوا كوتش. نحن نتكلم على أوروبا وشمال أمريكا بصفة عامة لأنهم سابقين يمكن بالشيء ذا. فناحية الأداء الإنساني وكفاءة التعامل مع الأفراد مع الحياة وتحديات بصفة عامة، اكتشفوا في آخر 20 سنة إنه الشخص بحاجة إلى كوتش. هذا الكوتش يصير معاه في حياته العملية أو حياته الشخصية، يصير بينهم حوارات تأملية من خلالها هذا المستفيد أو العميل أو الشخص اللي يستقبل هذه الخدمة يبدأ يراجع أولوياته، يراجع أهدافه، يرتب أوراقه في الحياة، بحيث الهدف الأساسي والهام لهذه العملية هو رفع الأداء الإنساني ورفع الوعي ورفع كفاءة الأشخاص حتى يحققوا أعلى نتائج ممكنة من حياتهم اللي هي أصلا محدودة من 60-70 سنة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. فبالتالي نحن نحتاج في حياتنا إلى هذا الشخص اللي دائما يساعدنا ويطرح علينا مجموعة من الأسئلة. هذه الأسئلة تجعلنا نفكر بداية ماذا نريد، أين نريد أن نصل، أين كنا، ماذا نفعل الآن، وكيف ممكن أن نستخدم الموارد الموجودة في حياتنا. نعم، أنا عموما كنت يعني بسألك إحنا ليش نحتاج الكوتش أو الكوتشنج، إحنا فعلا بنحتاجه في حياتنا يعني. طبعا هو الكوتشنج له تطبيقات مختلفة، فبيطبق في مجال اللايف أو يسموه لايف بيرسونال كوتشنج اللي هو الكوتشنج الشخصي، أو البزنس كوتشنج، الكوتشنج في مجال الأعمال، أو الإكزيكتيف كوتشنج اللي هو الكوتشنج الموجه للمدراء التنفيذيين والموظفين. نحن نحتاجه في حياتنا لأنه أدوات التطوير الموجودة في صندوق الأدوات اللي بيستخدمها الناس أغلبها تميل إلى التدريب اللي هو التدريب المتعارف للآخرين، فأي شخص يبغى يتطور سواء في المؤسسة أو سواء في مجال الحياة العامة، الخيار الأول بالنسبة له أخذ دورة تدريبية. مع تزايد أخذ الدورات التدريبية حيلاحظ بعض المستمعين أنه أنا بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدة المختلفة. أنا حضرت مجموعة كبيرة من الدورات، استمعت إلى كثير من المحاضرات، قرأت إلى الكثير من الكتب، عندي كم هائل من المعرفة. صحيح. الآن ماذا أفعل؟ نعم فعلا في ناس يعني عارف دكتور هاني مثلا بيحضرون دورات أو مثلا بيأخذون أراء الآخرين، لكن في النهاية ما بيوصل لقرار، القرار يكون هو القرار اللي يبيه. الكوتش يعني أو الكوتشنج بيساعدنا أن ناخذ قرار صائب أو نحدد هدف اللي إحنا نبيه بصورة واضحة يعني. مثلا ما يميز الكوتشنج عن الأدوار الأخرى إنه الكوتشنج بيركز على المستفيد، المستفيد نحن نعني فيه هو الشخص اللي استقبل خدمة الكوتشنج. سوى دراسة عالم اسمه أولفر وبين، وجدوا إنه من خلال التدريب ترتفع إنتاجية الشخص بنسبة 22%.
لكن إذا أضيف التدريب مع خدمة الكوتشنج ترتفع الإنتاجية بنسبة 88%. نسبة مرة عالية. فهذه نسبة عالية. أكيد صحيح. لو رفعنا الوعي عند كثير من مدراء الموارد البشرية والمؤسسات بصفة عامة الإنسان في حياته العامة لأهمية هذا الدور، وصار زي ما هو يروح دورة تدريبية صار جزء من برنامج التطويري يروح جلسة كوتشنج. حلو. فبالتالي في جلسة الكوتشنج هذه عبارة عن جلسة تأملية، جلسة يطرح فيها الكوتش بعض الأسئلة اللي تثير تفكير المستفيد، تجعله يفكر في أولوياته، في أهدافه، المعوقات اللي يواجهها في حياته، كيف من الممكن يتغلب عليها، كيف ينتهز الفرص الموجودة في حياته. هذا النوع من الحوار المطروح أو اليدار بطريقة عملية ومنهجية من قبل كوتش متخصص بتجربة عملية، وحنذكر بعض أمثلة كيف ساعد الكثير من الشباب والأخوان والموظفين إلى رفع الإنتاجية بصورة عالية. نعم. طب كوتش هاني، يعني أنت يعني من كلامك اللي أنا استشفيتها أنه بيعطينا صورة واضحة للأهداف وللقرارات ولكل الشغلات، يعني مثلا يعني تروي حتى في الحياة العامة للأشخاص، حتى ممكن نقول الأزواج ممكن إذا في قرار مصيري يبون يأخذونها بشأنهم أو بشأن أحد أبنائهم، لكن عطنا يعني الكوتش اللي هو بيستفيد منه كل الأفراد في الحياة أو أفراد معينين. في الغالب اللي يستفيد من برنامج الكوتشنج اللي هم الناس العاديين بصفة عامة، الشخص العادي اللي يريد أن يكون فعال في مجال عمله أو فعال في مجال علاقاته أو فعال في مجال الحياة بصفة عامة. والأهم الناس الناجحين، أصلا الكوتشنج هو صمم ليكون خدمة للناس الناجحين. بعض الناجحين في الحياة، وكلنا كثير من المستمعين إن شاء الله من الناجحين ومتفوقين في حياتهم، هم ناجحين بطبيعتهم في أعمالهم في علاقاتهم مع الآخرين. البعض يعتقد أنه هذا أعلى سقف نجاح ممكن يصل له، لكن من خلال الكوتشنج اللي هو أحد تعاريفه الأساسية هو إطلاق وتحرير طاقات الفرد من خلال حوار ممنهج بطريقة احترافية يحرر طاقات الفرد ويساعد على رفع أدائه ويساعد على رفع الوعي بالذات ويساعد على النمو والتغيير. التغيير بحد ذاته يحدث بصورة مستمرة في الحياة. أكيد. فمن خلال الكوتشنج نحن نجعل عملية التغيير عملية واعية. هذا واحد. اثنين، نساعد على تسريع عملية التغيير. فالتغيير هو حادث واقع على الإنسان سواء أراد أو أبى. متردد يعني في التغيير. فمن خلال هذا الحوار نحن نبدأ نفكر مع بعض أنا والمستفيد. أنا في الأخير ليست شخص خبير بالتالي أفرض عليه التغيير، أو شخص خبير أفرض عليه نصيحة معينة أو تعليمات معينة. هذا ما يحدث في بعض أدوات التطوير الأخرى. مثلا المدرب هو شخص يحضر الدورة التدريبية مع أهداف تدريبية محددة مسبقا تعطى لمجموعة من المتدربين، قد تتوافق مع احتياجات البعض وقد لا تتوافق. المدرب آتي ببعض الأفكار والنظريات التي قد لا تكون مرتبطة ارتباط مباشر بحياة الأشخاص المتواجدين في الدورة التدريبية، لكن في الكوتش ليس خبير في موضوع المستفيد. العكس، الشخص الذي يعرف نفسه والشخص الذي يمتلك المعلومات عن نفسه ويعرف تاريخه الوظيفي أو تاريخه الشخصي هو المستفيد بحد ذاته. طيب إيش دور الكوتش؟ دور الكوتش هو يوفر له بيئة آمنة للتفكير، بيئة آمنة أنه يستحضر كل ما تعلمه في السابق، يوفر له مجموعة من الأدوات والنماذج التي تجعل هذا المستفيد يبدأ يرى الأشياء التقليدية بطريقة غير تقليدية، يبدأ يرى الأشياء الموجودة في حياته على هيئة فرص، يبدأ يعرف كيف ممكن يستخدم نقاط قوته بطريقة فعالة أكثر، وكيف ممكن يستخدم هذه النقاط من مجال إلى آخر، وكيف من الممكن من خلال طرح الأسئلة وبعض النماذج يعرف المعوقات التي قد تواجهه. فلو سائق سيارة والسمعون الآن سائقين سيارة، ولو هو مثلا نقول انه دعس بنزين ورجله الثانيه على الفرامل، عمر السياره ما حتمشي. فلازم يرفع رجله من الفرامل عشان السياره تمشي. ففي مجال الحياه الشخصيه اذا في عائق هو بالنسبه لك كالفرامل وانت قاعد تدوس بنزين، عمر الحياه ما حتمشي بالطريقه اللي تمشيها. اكيد. فبالتالي هو الوعي بين الموارد
والمعوقات بين الأولويات والأهداف. نعم، يعني الكوتش دكتور هاني يعني زي اللي بيعطي إضاءات أو بينور طريق أكثر للشخص اللي حاب إنه يعني ياخذ قرار أو ياخذ يعني شغلة معينة في حياته، زي اللي بينور له أو بيدله على مسالك. رائع. نعم. ما بيدله بقدر ما يساعد إنه هو يرى النور في 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 حياته. أنا أسميه بعض الأحيان to connect your life dots، لتجعل نقاط حياتك متصلة. كيف تستفيد من ماضيك، كيف تكون واعي بحاضرك، وكيف تستفيد من الماضي والحاضر لرسم خطة مستقبلية واعية. نعم. طب طالما أنت قلت إن يعني عشان مستقبل واعي، الطلبة قد إيش رح يستفيدون من الكوتش؟ مثلا خلينا نقول حقين الثانوية العامة أو من ثاني ثانوي لما يبدون يبون يحددون يعني شرعي ولا علمي ولا أدبي، ممكن يستفيدون إنهم من الكوتش إنهم يأخذون قرار شنو هو توجههم الأنسب لهم؟ رائع. في كثير من الأخوان المستشارين وبين والاختبارات اللي تساعد الأشخاص على تحديد الميول وتحديد الوظائف أو التخصصات في الحياة، هذا شيء رائع وجيد. بالإضافة إلى ذلك، الكوتش قد يلعب دور في قضية إنه يستمع لهذا الطالب، يستمع عن أحلامه، يساعده يتكلم عن مستقبله، يرسم السيناريو المستقبل الذي يريده. أعطيك مثال، أنا جلست مع شخص في برنامج الفي اي بي كوتشنج بروجرام. هذا الطالب طالب ثالث ثانوي، هو الثاني على مدرسته، حاصل في الايلس اللي هو ما يعني مشابه للتوفل 7. هو جاهز الان انه يروح الجامعه، عنده قبول في الطب في جامعه في ايرلندا، كل اوراقه جاهزه، دفع العربون حق الجامعه وجاهز. لما جلسنا في برنامج الكوتشنج لمده 3 شهور من خلال جلسات متواصله، وجدنا انه هذا الشخص فكرة الطب جاءت إلى ذهنه فقط من خلال إنه الطبيب والمعطف الطبيب شيء رائع، والمعدل عالي وعادة يعني بعض أحيان الأهل والأصدقاء والمدرسين من حبهم ل يعني أبنائهم أو أصدقائهم بيحاولوا بيأثروا عليهم بطريقة أو أخرى. هذا التأثير رائع، لكن لما يكون تأثير مدروس ومبني على أفكار علمية ودراسية، هذا اللي نحن نريده، لأنه ثروتنا في أبنائنا، ثروتنا في شبابنا. فتخيلي لما شخص يدرس 7 سنوات أو 8 سنوات ثم يقف ويقول أنا ما أبغى أكمل في هذا التخصص. نعم، أو يعني ما أجد نفسي 12 سنة تقريبا، يعني حرام، يعني لازم قرار يكون مدروس، يعني حتى قبل ثاني ثانوي أولى ثانوي يبدأ يحدد مسار أو وين يبي يسلك. ده معناته من كلامك دكتور هاني إن المفروض يكون عندنا في مدارسنا كوتشات وكوتشين. أنا لي علاقة بمجموعة من يعني المدارس، المفروض يساعدون الطلبة والله من جد. يعني لي علاقة بمجموعة من المدارس الأهلية في جدة، واقترحت على بعض الملاك وبعض المدراء أن نستحدث وظيفة جديدة في مدارسنا بمسمى كوتش. هذا الكوتش بدراسة علمية له تأثير عالي على رفع الأداء. أعطيك مثلا إحصائية سريعة، سووا تقرير جديد، مؤسسة القيادة والإدارة البريطانية، تقرير عام 2011. الخريجين من الجامعات لما سووا عليهم دراسة سيرفي، ما هي مواصفات المدير الذي تحتاجه في العمل؟ فوجدوا بنسبة 56% أن الخريجين الجدد أو ما يسمى بجنريشن واي يحتاج المدير الكوتش بنسبة 56%. الثاني صفة يحتاج المدير الصديق بنسبة 21%. 8% منهم طلبوا المدير الموجه ليوجههم كيف يؤدوا عملهم. 2% فقط طلبوا المدير المصحح. فتخيلي نسبة 56% يحتاجوا المدير الكوتش. نحن نقول مدير الكوتش المدير الذي يستمع، المدير الذي يطرح أسئلة، المدير الذي يوفر بيئة آمنة في المؤسسة حتى الموظفين يشاركوا يعني أفكارهم ويشاركوا بآرائهم في هذه المؤسسة. يمكن كثير من المستمعين الآن تبدأ صور مديرهم. أكيد. إحنا إن شاء الله يعني كوتشاني، يعني إن شاء الله يعني أنت قلت لنا يعني أنت ذكرت يعني شغلات كثيرة بنحتاج فيها الكوتش، يعني إن شاء الله نبغاك قدام تكون معنا تفنطنا الأشخاص وشلون رح يطورون أدائهم من خلال الكوتش، يعني إن شاء الله يسمعونا وفعلا يأخذون دورات في الكوتش سواء مدراء أو طلبة أو يعني whatever. لكن أنت من خلال كلامك قلت إن الكوتشنج لها
أدوات علشان يكون الكوتشنج فعال. شنو الأدوات هذه بالضبط؟ أهم أداة من الأدوات الاستماع. بالنسبة لنا نحن الاستماع، قد يقول البعض إنه الاستماع طيب نحن بنستخدم الاستماع بصفة عامة في حياتنا. هل تعلم هل نقول هل تعلم إنه هناك 5 مستويات من الاستماع؟ الاستماع بس بروحه فقط يعني. الاستماع هناك 5 مستويات. 90% من الناس حسب دراسة ما يستخدموا إلا المستوى الأول، وفي دراسة على أعلى مستوى يستخدموا المستوى الثاني من الاستماع. الكوتش يستمع على المستوى الخامس، المستوى الذي يوفر للمتحدث مساحة من التأمل الذي يرى فيها نور قد لا يرى لو جلس لوحده أو جلس مع شخص صحيح. لا يتقن مهارة الاستماع بصفة قوية أو صفة احترافية. هذه الأداة الأولى أو المهارة الأولى. المهارة الثانية مهارة طرح الأسئلة. حقيقة طرح الأسئلة هي من المهارات الآن المطلوبة جدا صحيح. في مجال الأعمال وفي مجال الحياة الشخصية. بقدر وبنوعية وجودة أسئلتك تأتي جودة الأجوبة صحيح. فلو سألت لماذا أنا فاشل، العقل سوف يجيبك ويبرر لك فشلك. ولو سألت ما لماذا أنا ناجح وكم نسبة نجاحي، فستجد هناك نسبة حتى لو ضئيلة، لكن هذه النسبة بحد ذاتها تساعدك إلى أن تفكر كيف أن ترفعها وكيف ممكن أن تستخدم بعض الأدوات الأخرى. الأسئلة، بعض الموديل زي جرو موديل، زي كوتش موديل، هذه النماذج نحن نستخدمها خلال جلسة الكوتشنج حتى ندير الجلسة بطريقة احترافية تساعد المستفيد على أن يفكر بصورة مختلفة في التحدي الذي يواجهه أو التغيير الذي يريد أن يحدثه في حياته. نعم. طب أنت لفت نظري الشغلة كوتشاني، أنت قلت الاستماع وطرح الأسئلة ويعني أساس يعني الكوتش عشان يكون كوتش فعال يعني أساس أنك تقدر توصل لإضاءات أو المناطق يمكن هو ما خطرت بباله وتساعد أنه يجتاز يعني يمكن شغلة في حياته مو عارف يأخذ منها قرار أو مو عارف أنه يجتازها. إيش الفرق معناته بين الكوتشينج والاستشارات النفسية والتدريب؟ يعني أنا حسيتها كأنها يعني بتمشي في نفس المسار. في فرق بين الكوتشينج والاستشارات والنفسية حقيقة في فرق، على أنهم قد يشتركوا في بعض الأمور في بعض المهارات مثل الاستماع وطرح الأسئلة، لكن الكوتش هو بصفة عامة موجه للناس الأصحاء، الناس اللي ما عندهم مشاكل نفسية أو عقلية تحتاج إلى متخصص يمارس معاه عملية الاستشارية النفسية. الكوتش هو موجه للناس الأصحاء، أنا وإنت والمستمع. نحن كلنا في حياتنا في القرن 21 نواجه الكثير من التنافسية. الخيارات أمامنا الآن أصبحت متعددة حتى على مستوى الجوال. الآن إذا الشخص بيشتري جوال أمامه عدة خيارات، ما يدري آيفون ولا بلاك بيري، تلقى يروح يشوف في اليوتيوب ويسأل أصحابه. فما بالك الآن مثلا في دول مجلس التعاون الخليج في مشروع لافتتاح 60 جامعة. الوظائف الموجودة، أعلى 10 وظائف موجودة في عام 2010 لم تكن موجودة في عام 2004 في أمريكا. هذه التحديات اللي بيواجهها الإنسان الصحيح العادي في حياته ما يحتاج فيها إلى مستشار نفسي، لأنه هو في الغالب قد لا يكون عنده مثلا وسواس قهري أو اكتئاب لدرجة أنه يحتاج إلى جرعة طبية أو يحتاج إلى مستشار نفسي متخصص. في نفس السياق الكوتش يحتاج يعي أنه في بعض الأحيان قد يصادف إلى أن الشخص يحتاج إلى علاج نفسي. فهذه النسبة الضئيلة أو 2% أو 3% من الناس اللي يواجههم في حياته يحتاج كله اتصال مع معالج نفسي يوجههم له. لكن الكثير من الأفراد وكثير من الناس في الحياة يحتاجوا إلى كوتش يساعدهم فقط إلى تحديد خياراتهم. نعم. طب طالما على ختام كلمتك هذه، قد إيش إحنا بنحتاج للكوتشين كعلم ومهارة؟ طالما أنك قلت إحنا يعني بنحتاج فيك يعني هو الأشخاص الصحة، قد إيش هو كعلم ومهارة إحنا فعلا بنحتاجه في حياتنا؟ يعني نسبة 80 خلينا نقول أو أكثر. الآن التوجه في أوروبا بدأت تظهر نماذج جديدة، منها واحدة دكتورة أوجدت نموذج اسمه Time to Think. نحن الآن كأفراد ومدراء المؤسسات حتى على المستوى يعني مستوى أعلى وأقل من ذلك يواجه الكثير من التحديات. فنحتاج Time to Think، وقت للتفكير وترتيب الأوراق.
فأنا أرى حتى أنا هاني أحتاج كوتش. بعض الأحيان أحتاج إلى الشخص. أنت بتحتاجه ككوتش بعد مساعات تحتاج كوتش أنا آخر. ككوتش أحتاج كوتش لأنه أنا كشخص أحتاج إلى شخص آخر أتحدث معه، أقول له عن أحلامي، عن طموحاتي، عن آمالي، إيش المخاوف اللي بتواجهني في حياتي، ما هي نقاط قوتي وكيف ممكن أستثمرها، ما هي نقاط ضعفي وكيف ممكن يعني أتجنبها. هذا الشخص دوره فقط يوفر لي بيئة رائعة، بيئة من القبول، بيئة من طرح الأسئلة، بيئة من الاستماع. تخيلي قد ممكن تحديد الرؤية. تحديد الرؤية، هذا كله أي شخص يحتاجه في حياته إذا هو قرر أن يكون ناجح. إذا ما قرر يكون ناجح ففي الغالب محتاج كوتش. نعم. إذا كان طبعا زي ما تكلمنا إحنا في السابق الشخصيات النرجسية هي اللي ما بتحتاج كوتشات يعني. عموما نسمعي الكلام اللي حابين يتشاركوا معنا، حابين أنكم مثل ما قال الكوتش هاني بحويرت، حابين تحددون طموحاتكم، أماليكم، أحلامكم، أيضا نقاط قوتكم وضعفكم، حابين تتشاركوا معنا، حابين تطرحون أي سؤال على الكوتش هاني بحويرت الباحث في الدكتوراه في الاستشارات والكوتش معتمد وأيضا عضو مشارك بجمعية الكوتش البريطانية. رح نبدأ الآن ناخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الاس ام اس اللي حابين تشاركون معنا من مشتركين الاس تي سي على 84770 ومشتركي موبايلي 640660 وبالنسبة لزين على 746262. أيضا للتواصل معنا بشكل مباشر رح يكون على الرقم 7005-7499 7005-7499. على بال ما ناخذ الاتصال كوتشاني، احد الاخوان بيسال يقول انا ابي دورات بالكوتشنج، فين ممكن احصل عليها؟ دورات كوتشنج تاهيل الشخص هذا ككوتش او دورات لتطوير الذات؟ والله هو مو محدد، بس قال انه حاب انه يحضر يعني دورات بالكوتشنج. اذا دوره لتاهيلك كشخص تمارس الكوتش، فنحن سوف نقيم دوره بمشيئه الله سبحانه وتعالى يوم السبت القادم مع قمم المعرفه في جده لمده 6 ايام بمعايير الكوتشنج اسوسيشن فور كوتشنج البريطانيه. نعم. ايضا احد الاخوان بيسال شكله مقدم على الزواج، يقول ممكن انه يستفيد في قرار يعني اتخذ قرار زواج مثل قرار مصيري مثل كذا. يستفيد اذا حدد احتياجاته، اذا بدا يفكر بينه وبين نفسه فعلا هل هذا القرار اللي هو بصدد اتخاذه يتناسب مع خطته الحياتيه بصفه عامه، هل هذا الشخص اللي سوف يقترن به سواء السائل شاب او شابه. من خلال الجلوس مع هذا الشخص تطرح عليه بعض مجموعه من الاسئله، يبدأ هو يعي في خياره، هل هذا الخيار الصحيح اللي فعلا يقدم عليه سواء خيار الزواج الآن. نعم. أو مع هذا الشخص اللي هو يعني بشيئة الله سوف يتزوج. نعم. نأخذ أول مشاركة معنا اليوم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي. اسمك كريم. يا أبو وليد معك. يا هلا يا أبو وليد من الرياض. شو الأخبار؟ نعم. نعم، حياك يا أبو وليد، شلونك؟ عساك طيب. كيف الحال؟ شلونك؟ والله الحمد لله رب العالمين. تفضل أبو وليد. ممكن أسأل الأستاذ؟ تفضل. طيب، صباح الخير يا دكتور هاني. صباح الانوار، حياك الله ابو وليد. انا والله الحين اللي تكلمون عنه السكوتش، هو شو اسمه؟ الكوتشنج. الكوتشنج، نعم. ينفع لنا بعد العمر 35 سنة؟ انت بعد 35 سنة ابو وليد عندك من التجارب والمراحل العمرية اللي مريت فيها ما هي كافية إلى أن نعيد أوراقها وترتيبها بطريقة رائعة، ممكن تقدم لك خطة تنتج فيها إن شاء الله بطريقة أعلى إذا تحب. نعم. المشكلة أنا مختلفة تماما مع العالم اللي أنا قاعد أعيشها الحين. من ناحية؟ من ناحية العالم فهم الواحد هنا واتخاذ قرارات، يعني ممكن أغلبها قديمة كذا ما أتوافق معهم الظاهر. القرارات اللي أنت بصدد اتخاذها ما تتوافق تقصد مع الناس اللي حولك؟ أي مع الجيل هذا ما أتوقع. يا سلام. ماذا تحتاج أبو وليد حتى تحقق أهدافك التي تريد أن تحققها مع توافقها؟ ماذا أريد؟ هذه يبيلها سطور، هذه صراحة هذه يبغي لها جلسة. نعم. نعم، بس هم الوقت لسه، يعني قال لك الكوتشاني أن يعني ما شاء الله خبرتك في الحياة هذه بالعكس راح تساعد أن تكون أنت كوتش، يمكن ما تدري. ما هي مشكلة، لكن أغلبها كلها على شيء يعني ما مو مفيد، هذا المشكلة. لا إن شاء الله. يمكن ما تحددنا بأشياء قبل، أو ما تعلمنا قرارات مفيدة لنا ولا يستفيد منها الغير، ما أدري.
نعم نعم. عموما ان شاء الله لو الكوتشان يعني زاركم بالرياض راح يعني ابلغك على اساس انكم انتم بعد بالرياض ابلغكم انكم يعني اذا تحبون تحضرون دورات مثل كذا تستفيدون منها كثقافه يعني. فعلا ترى مفروض موجوده كذا يا اخي باي منطقه، مو لازم عد هو موجود جدا اشياء كثيره ترى يعني. نعم نعم، عشان كذا انا بحاول في البرنامج اني ادرس شغلات جديده مثل الكوتشنج ومثل ما تكلمنا يوم الاحد الماضي، يعني شغلات كلنا نستفيد منها يعني. أيوة. كلنا احنا بنحتاج نتعلم، العمر ما له سن. على فكره يا استاذه امينه تفضل، برامجكم كلها مفيده للمجتمع سواء رجل ولا امراه ولا طفل ولا غير. نعم نعم يعني هذا اللي محببني فيه برنامج صراحه. الله يسعدك. عموما مو تتقيدين على مثلا بشره تقول هذه للمراه ولا فقط لا 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 اكيد. اي هذا هو اللي فعلا مميز هذا البرنامج. شكرا لك. عموما ابو وليد انت واحد من المميزين اللي بتشاركوا معنا بعد. انا على طول ان شاء الله معكم ما يحتاج. يا هلا فيك حياك. شرفتنا ابو وليد. ابغاكم علموني عشان اعرف يعني. لا اكيد ان شاء الله راح ابلغك ان شاء الله عشان الكل يعني يستفيد من يعني التجارب او من الدورات الجديده علينا احنا في حياتنا، يعني هذه ما هي مرتبطه بعمر معين او سن محدد، لكن اكيد الانسان طالما عايش او موجود على وجه الارض اكيد انه بيتعلم كل يوم. صحيح. نعم. من ما يميز الكوتشنج عن الأدوار الأخرى إنه البعض يعتقد إنه مرحلة التعلم هي مرحلة مرتبطة بالجامعة أو بالمدرسة أو بقراءة كتاب ما، لكن التجارب بحد ذاتها تحمل في طياتها الكثير من الدروس والكثير من الأفكار اللي لو جلس الإنسان بينه وبين نفسه مع ورقة فاضية وقلم وكذا سكينة معينة حيجد إنه في هذه التجارب الكثير من الدروس اللي ممكن أن يتعلمها وتحول هذه الدروس إلى خطوات عملية تدفعه إلى الأمام. نعم صحيح. أيضا رح أخذ مسج قبل ما نطلع فاصل بيقول يعني وصلنا من أم بلال، حتى أم بلال بتقول وين ألاقي الكوتشنج أو الكوتش عشان أستفيد منه. أنا موجود مع قمم المعرفة، أنا متعاون مع قمم المعرفة مركز استشارات وتقديم أدوات تطوير للأفراد جديدة. تحبوا تتواصلوا مع قمم المعرفة الأخت أمينة معاها الرقم، إذا تحبوا تتواصلوا معايا على الفيسبوك على السكايبي على مدونتي الخاصة أنا بين يدكم. بالعكس أنا ما دخلت هذا المجال إلا لخدمة أخواني وخدمة أبناء الوطن بطريقة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى تحقق لهم أمنياتهم ورغباتهم. نعم. عموما مستمعين الكرام راح نطلع فاصل أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة، ورجعين مرة ثانية مع موضوعنا لليوم عن الكوتشنج. راح يكون معاكم الكوتش هاني بحويرت، باحث دكتوراه في الاستشارات وكوتش معتمد وأيضا عضو مشارك بجمعية الكوتشنج البريطانية. وعدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام مع طبابة ألف وموضوعنا لليوم عن الكوتشنج. فإذا كنتوا حابين تأخذون أي نصيحة من الكوتش هاني باحويرث الباحث في الاستشارات والكوتش المعتمد وأيضا عضو مشارك بجمعية الكوتشنج البريطانية، حابين تستفسرون عن الكوتشنج، عندكم أي سؤال لمشتركي الاستيسي راح يكونون على 84770 ومشتركي موبايلي 640660 وبالنسبة لزين 7462622. أيضا التواصل معنا بشكل مباشر راح يكون على 7005 749 7005 749 7499. مساء الخير مرة ثانية كوتش هاني. مساء الأنوار حياك. راح أرجع راح أخذ المسجات على بال ما زميلتي ابتسام تحضر لنا المداخلات الهاتفية. أحد الأخوان بيسأل بيقول أنتم تكلمتم عن الفائدة من الكوتش لكن ما وضحتوا ما هو هذا الكوتش والأسلوب العملي له، وأبي أعرف شنو معنات كوتش بالضبط. زي ما عرفنا الكوتشنج بداية الحلقة نعيد التعريف، نقول إنه الكوتشنج هو حوار تعاوني بين الكوتش والمستفيد لتيسير عملية التغيير من وإلى المستفيد. خلينا بس كده نفند هذا التعريف، هو حوار فبالتالي هو ما هو تدريب، يعني أنا ما أدرب الشخص ماذا يفعل وكيف يفعل، هو حوار بمعنى آخر هو ليس إصلاح الآخرين أو علاجهم، هو عملية حوارية تعاونية بمقصد أنه أنا والمستفيد الكوتش والمستفيد هم على نفس الليفل يمتلكوا نفس المعلومات والمعرفة، لكن ما يميز الكوتش أنه يستخدم بعض التولز والأدوات الإضافية اللي يدير من خلالها هذا الحوار الاحترافي. نعم. لتيسير كلمة تيسير أو فاسيليتيت
التغيير معناه أنا أيسر الكوتش ييسر للمستفيد عملية التغيير. عملية التغيير واقعة سواء الآن أو بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات. صحيح. الكوتشنج ييسر يسرع عملية التغيير من وإلى، بمعنى إنه من المستفيد، من ما يمتلكه المستفيد من معرفة ومواد ومهارات إليه إلى حياته العامة والخاصة. نعم. عموما احنا رح نكمل، بس انا لنا معنا مداخلة جاهزة من ايمان من جدة. ايمان للأسف رح الاتصال مع ايمان. طيب الفرق بين النصيحة المباشرة وطرح الأسئلة، يعني الفرق بين الكوتشنج والاستشارات. رائع. نعم. احد ادوات الأساسية او احد المهارات الأساسية اللي بيستخدمها الكوتش هو مهارة العالية في طرح أسئلة تثير التفكير عند المستفيد بطريقة تجعله يتخذ القرار لنفسه. جيد. أما النصيحة لها وقتها ولها مكانها وسياقها، لكن عندما نتعامل مع مشاكل الحياة بصفة عامة، أن مشاكل الحياة لها حل واحد كما لو أنها لعبة، فبالتالي المستشار يعرف الحل السحري الذي سوف يغيرك، مثل ما يظهر في بعض الكتب أو بعض الدورات، 5 أيام لتغيير حياتك الشخصية، في 3 دقائق سوف مليونير. تصبح مليونير، في ثانية واحدة ستتعلم اللغة الإنجليزية. هذه عبارة عن عناوين تسويقية. التغيير يحتاج وقته. صحيح. التغيير يحتاج يكون ممنهج، يحتاج تكون واعي بماذا يحدث معك الآن. نعم. فمن خلال طرح الأسئلة الكوتش لا يعطي نصيحة ولا يحل المشكلة نيابة عنك، بل يطرح أسئلة. نعم. تساعدك. نعم. يعني المستشارين النفسيين هذول بيعطون حلول بشكل نهائي، لكن الكوتش بيساعد تحديد الرؤية أو توضيح الرؤية للشخص. ما بتعطي أنت قرار، أنت اللي بتخليه هو بنفسه من خلال طرح الأسئلة يحدد القرار المناسب له كشخص. جيد. حتى لا يفهم بعض المستمعين أنه مثلا الاستشارات النفسية قد لا تكون فعالة، هي فعالة في سياقها مع الناس المعنيين بالجلسات الاستشارية. نعم. النفسية. فبعض أحيان فعلا الشخص يحتاج إلى نصيحة من مستشار، من خبير، من شخص أكبر. نعم. منه سنا. وفي أحيان أخرى يحتاج أيضا إلى شخص يستمع له. فهذا الفرق بصفة عامة. نعم. رح ناخذ أم نواف. أم نواف معنا من جدة. السلام عليكم. يا هلا يا أم نواف. عليكم السلام ورحمة وبركاته. حياك أختي. الله يسلمك. أبا أسأل الدكتور إنه يعني أنا أخذت زي ما قال، هو فعلا أخذت كذا دورة وحاسة الحمد لله يعني استفدت منها كثير، بس حكاية اتخاذ القرار يعني فعلا واجه صعوبة في اتخاذ القرار. أنا عارف أن هذا صح مثلا، وعارف أن هذا مدري كيف، بس حكاية التخوف واتخاذ القرار. فهل ممكن أن الدورات في عند الكوتشنج يعني تفيدني؟ هذا أول شيء. ثاني شيء أبغى أسأل عن لو أنا مثلا أبغى أصير زي كذا، يعني أصير أنا مدربة يعني كوتشنج، يعني أنا أصير يعني لازم للوحدة بكالوريوس والكلام هذه، ولا بس يحصل مثلا على يعني كذا شهادة ودورات من عندهم ويصير معتمد؟ نعم. في سؤال ثاني بعد أم نواف؟ لا شكرا. شكرا حبيبتي عموما على مداخلتك. شكرا منواف على مداخلتك. بخصوص زي ما ذكرنا، الدورات هي تعطيك مجموعة من الأدوات، مجموعة من النظريات، مجموعة من التولز الجديدة أو اللي تحتاج تأكيد في حياة الإنسان. اللي يفرق الكوتشنج، الكوتشنج هو الشخص معني بالمستفيد اللي يجلس معه، فيعدل أو الجلسة الحوارية تكون فقط مركزة على القرار الذي تريد أن تتخذيه من خلال طرح الأسئلة عليك، من خلال أعرف إيش النقاط اللي أنت التحديات اللي بتواجهيها. هذه الأسئلة تساعدنا أن نستوضح موضوع قرارك بصورة أكبر حتى تتخذيه. بخصوص دورة في الكوتشنج، في مجموعة يعني في مدربين بيقدموا دورات في الكوتشنج في البحرين، في جدة، في دبي. تستطيع تأخذي من خلال مواقع الانترنت، لو بحثتي في الانترنت في جوجل كوتشنج، دورات كوتشنج هاني بحوالي، حتجدي متى وكيف حتكون الدورات. سؤالك الأخير، مدربة كوتشنج تحتاجي بكالوريوس وما تحتاجي؟ كل ما كانت معرفة الكوتش بنظريات التغيير والنظريات الأساسية في التحفيز أعلى، كل ما كانت فعاليته مع المستفيد أعلى. لكن الدورة هي معنية بتأهيلك، لذا نحن نسميها دورة تأهيل كوتش. تأخذ وقتها، تأخذ ممارساتها وتطبيقات أثناء الدورة. ودورة الطريقة اللي نصمم فيها دورتنا الكوتشنج المعتمدة بمعايير الكوتشنج الاحترافية ليست دورة نظرية، بل دورة عملية يقدم فيها المستفيد 3 جلسات كوتشنج تحت الإشراف المباشر أثناء الدورة، 3 جلسات كوتشنج بعد الدورة، ولقاء مع كل متدرب بصفة خاصة
عبر برنامج السكايبي حتى نتأكد أنه أتقن المهارة المناسبة بالمستوى المحدد في هذه الدورة. نعم، رح ناخذ أيضا مشاركة معنا سعود من الرياض. سعود، السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسك الله بالخير. إن شاء الله بخير. الحمد لله، طالما نسمع أصواتكم أكيد إنه بخير إن شاء الله. الله يطول عمرك. أنا ما أدري يعني نعطيك شهادة دكتوراه في أي تخصص، يعني لأنك ما شاء الله يعني أبدعتي في كل التخصصات. الله يسعدك يا بضيوفك اللي تستضيفينهم دائما ان شاء الله، بس اهم شغله ان انكم تستفيدون، يعني انا بستفيد منهم وابيكم انتم تستفيدون يعني ان شاء الله يا رب الكل. ووعدك في محله بالصراحه، يعني مواضيع الاسبوع هذا جدا كانت جديده ورائعه ومشوقه يعني. الله يسعدك ان شاء الله، الاسبوع الجاي بيكون بعد اسخن ان شاء الله. الله يسعد قلبك. بغيت اكلم الاستاذ هاني، الله يعطيك العافيه. حياك الله، بين يدك استاذ سعود. الله يسلمك ان شاء الله. كيف حالك استاذ هاني؟ الله يحفظك. الان صرنا دكتورين في الاستديو، دكتور امين ودكتور هاني. لا العلم تعالى دكتور هاني. انا بغيت يعني استفسر منك بخصوص التخطيط. انا عندي التخطيط ما شاء الله تبارك الله، يعني اخطط كويس ما شاء الله. لما اجي لمرحله التنفيذ او المرحله اللي يعني اطبق فيها الاشياء هذه اللي مخططها، يعني ما أدري إيش المشكلة بالضبط. التخطيط يكون فيه غلط، أنا ما يعني يعني زي ما يقولوا أتعب على نفسي عشان أحقق الأشياء هذه. يعني إيش الشيء اللي تشوفه يساعدني على أني أنجز التخطيط والأشياء اللي أنا يعني واضحة لي أهداف في المستقبل؟ رائع. إذا الشيء اللي يعني حسب ما أعلم، إذا الشيء اللي أنت مخطط له وحسب ما ذكرت أنه تخطيطك صحيح ينقصك التنفيذ، قد وليس أكيدا قد يكون أنه الحافز من وراء تنفيذ هذا الشيء ليس عالي بالدرجة الكافية. بمعنى آخر، مرة كنت جالس مع طالب فقال أنا ما أقدر أخذ ممتاز، فقلت له لو أعطيتك 1,000,000 ريال تأخذ ممتاز؟ قال لا. قال لي 2,000,000. قال لي لا. قلت له لو أعطيتك 5,000,000 تأخذ ممتاز؟ قال أخذ الأول. فخطوات التنفيذ بالنسبة لك، لو الحافز من الشيء الذي أنت تفعله فعلا حافز يجعلك تصحى في الليل يعني مبكرا وتصحى تسهر إلى وقت متأخر وتصحى مبكرا وتعمل بأسنانك وذاتك زي ما يقولوا، إذا الحافز واضح بالنسبة لك ويلهمك، صدقني التنفيذ حيصير بسرعة. يمكن ما عند الصورة الواضحة قد تكون الحافز من الشيء اللي تبغى تسويه غير واضح بالنسبة لك، أو واضح ليس ولكن ليس بالدرجة الكافية اللي يخليك فعلا تصحى الصباح بدري وتقوم تنفذ الأعمال اللي تريدها بالطريقة اللي تبغاها. قد تحتاج يمكن مراجعة في التخطيط. قد بعض أحيان وهذا شيء واقع، في ناس ممتازين في التنفيذ، في ناس ممتازين في التخطيط، فلو تكاملوا الاثنين مع بعض حيكونوا حاجة جدا روعة. فقد تحتاج للشخص يساعدك في مرحلة التنفيذ وأنت في المقابل تساعده في مرحلة التخطيط، تتكاملوا مع بعض بشراكة جدا رائعة. نعم سعود، خذ دورة كوتش وإن شاء الله يعني تفيدك إن شاء الله في إنك تخلق. إن شاء الله بإذن الله. مشكورين والله، يعطيكم العافية. يعطيك الألف عافية على مداخلتك. مشكورة أخي. السلام عليكم. يا هلا فيك، وعليكم السلام. أيضا دكتور هاني بيقول، أحد الأخوان بيقول أنا على وشك الانفصال عن زوجتي الأولى، أريد الزواج من ثانية وكل الأمور قريبة مما أحتاج، لكنها شوي يقول سمر وخايف أني ما أحبها. مين السائل؟ ما قال الاسم. بس هو شكله متردد يعني. بالنسبة لي إذا 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 جاني هذا الشخص في جلسة كوتشنج، حنجلس مع بعض ونبين القيم بالنسبة له. ما هي القيمة العليا له في الزواج؟ هل القيمة الأولوية، هل هي الجمال، هل هو البياض أم السمار؟ هل القيمة في بناء عش زوجية رائع ينتج أبناء يخدموا المجتمع بصورة مستقرة؟ من خلال معرفة قيم هذا الشخص، ماذا يريد من هذا الزواج، ماذا يبحث من خلال هذا الزواج، بالتالي حنبدأ نوضح قيمه ونصل إن شاء الله بإذن الله إلى قرار يناسب. نعم يعني ممكن يفيد حتى في الحياة العامة، في حياتنا إحنا الشخصية يعني. ما يميز الكوتشنج إنه الكوتشنج لا يتخذ القرار نيابة عنك. صحيح. ما يفعل الكوتشنج بصورة أساسية هو فقط مساعدتك على الخيار المناسب من خلال طرح مجموعة من الأسئلة، من خلال استماع، من خلال استخدام مجموعة من الأدوات اللي توصلك إلى ما يسموه مرحلة الأها مومنت، مرحلة أوه
الآن وجدتها، الآن عرفت يعني ماذا أريد. نعم يعني ما حيصير فارقة مع لون بشرتها برونزية سمراء بيضاء وتفرح حنطية. رح ناخذ مشاركة جديدة معنا من أم حسن. أم حسن من جدة. أي السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك يا أم حسن، تفضلي. كيف الحال؟ الحمد لله، حلي سرك إن شاء الله. ممكن أكلم الدكتور؟ الله يرضى عليك. تفضلي حبيبتي. هلا يا دكتور، كيف الحال؟ حياك الله أم حسن، تفضلي. الله يسلمك دكتور. أنا أستاذة في جامعة وطالباتي كلهم تقريبا تدريبهم أخصائيات يعني اجتماعيات. فتقريبا لما يتدربوا وينزلوا للعميلات في المؤسسات حتكون نفس الكوتشنج دي ليهم، بحيث أني أنا أتعامل مع العميل أنه كيف هو يقرر أنه هو يتخذ قراره بنفسه. رائع. فأنا محتاجة لهذه دورات لبعض الطالبات لأنهم حتى يخلوا نفس العميل هو يقرر إيش اللي في حياته ممكن يخطط له. فياريت تعملوا لي إعلانات يعني كده في الإف إم أو تحاولوا تدوني نفس كيف أتواصل مع حضراتكم. حتى أنصح طالباتي وأنا وطالباتي نحاول إنه نحن نستفيد ونفيد العميل إن شاء الله. عموما أم حسن الكنترول راح يأخذونك، راح يعطونك رقم دكتور هاني بحويرث، وراح إن شاء الله يعني تقدرين تتواصلين وتعرفين الدورات هذه وتفيدين بناتك. راح أرجع للمسجات. حب تعلق؟ حياك الله أم حسن. فعلا نحن زي ما ذكرنا أول، هناك يعني المهارات تشترك بين بعض المدارس النفسية أو بعض المدارس الاستشارية مثل التمركز حول العميل إلى ما يفرق بين الكوتشنج بين هذه المدارس، إنه الكوتش بصفة عامة يتعامل مع الأصحاء وله أهدافه. أهدافه الأساسية هو رفع الأداء، رفع الوعي، رفع التعلم الذاتي. نشترك في نفس المهارات، قد نختلف قليلا في بعض الأهداف، لكن الخدمة التي تقدم العميل أتوقع مشيئة الله تكون رائعة، والكنترول إن شاء الله يعطيكم الرقم. نعم. عموما مستمع الكرام اللي حابين يتواصل معنا بشكل مباشر راح يكون على الرقم 7005-7499. راح أرجع للمسجات مرة ثانية. أم بلال مرة ثانية بتقول كوتشاني بتقول أجد نفسي بحاجة إلى الكوتشنج معني في سن 50. ياريت ترسلي لي رقم ضيفنا الكريم الدكتور هاني، وفقه الله وألف شكر. شكرا لك يا أم بلال، وإن شاء الله يلا خذ الكوتشنج وبيك ضيف عندي يعني إن شاء الله. حياك. أيضا كيف ممكن الواحد يتخطى حاجز العائلة ليحقق أحلامه على الصعيد الشخصي والعملي خاصة للمرأة؟ وشكر خاص للمدرب هاني وكل التوفيق لك راني. شكرا أختي راني، تسلمي لي قلبي، تفضل. السؤال إنه كيف تتخطى حاجز العائلة حاجز عشان تحقق أحلامها. نعم على الصعيد الشخصي إن شاء الله العائلة ما يكونوا حاجز بصورة كبيرة، لكن إذا نظرنا لهم إنه نحن بحاجة إلى أن نوازن بين ما يتوقعوه مننا وما نتوقعه منهم. قد بعض أحيان نحتاج إنه نجلس جلسة كوتشنج مع هذا الشخص أو هذه الشابة ومع أحد من أفراد العائلة حتى نعرف التوقعات، نوازن التوقعات. بالتالي جزء أساسي من الكوتشنج إنه نحن نساعد الشخص على تحقيق أهدافه بما يتوافق مع مجتمعه وبما يتوافق مع محيطه، لأنه النجاح الحقيقي أن تنجح ومعك الجميع. لا أن يعني تشذ وتصبح شخص ناجح على المستوى الشخصي تخسر كثير من الأحباب اللي سوف تجد نفسك في الأخير فعلا أنت بحاجة إلى دعوة منهم أو بحاجة إلى كلمة رائعة منهم. النجاح كيف توازن بين نجاحك الشخصي وبين تلبية توقعات عائلتك، وهذا إن شاء الله من خلال الحوار بين الطرفين. نعم. أيضا للأسف يعني قدامنا دقيقة، تقول أحب أشكركم جدا للسبب وحيد أني فقدت الثقة في مجال التدريب لأنه أصبح المجال مفتوح لكل من يعلم ومن لا يعلم. اختيار موفق، شكرا لك. عموما يقول لجلب الشخص المتخصص مما يساعد على استعادة الثقة، نحتاج دورات مثل هذه، كيف نوصل للكوتش هذه إن شاء الله. يعني ممكن عن طريق النت دكتور توصلوا لك؟ حقيقة أنا متواجد أغلب السنة القادمة هذه 2013-2014 في بريطانيا لإكمال بعض الأبحاث وتسليم البحث الأخير لي، لكن بسوي جلسات عبر برنامج السكايبي بصورة مستمرة. حلو. في الويكينز في الساتردي سندي السبت والأحد، فقط ما تحتاجه إما أن تضيفني في صفحة الفيسبوك وتتواصل معايا من خلالها، نحدد الموضوع، نحدد الهدف، تصير الجلسة خلال السكايبي، وإن شاء الله ما يصير إلا يرضيكم وأنا بين يدكم ونتعاون على خير ونتعاون على التغيير. نعم. والإنجاز. نعم. أيضا أم سعيد بتقول إذا كان يوجد أشخاص متخصصين في المجال لماذا لا نستفيد منهم في الإشراف وإنشاء جمعيات ونقابات متخصصة لتقديم الفائدة بشكل صحيح؟
أنا جدا شكرت لكم سعدك الأسود الوقت داهمنا. أنا جدا شكرت لك أيضا كوتش هاني تواجدك معنا اليوم، وإن شاء الله في أيام مقبلة إن شاء الله الكل يستفيد من خبرة حضرتك. سعيد جدا باتصال سعيدين المستمعين، وسعيد جدا بالدكتورة أمينة أصبح الدكتورة ولقاء رائع بكم إن شاء الله نتواصل في حلقات أخرى وكثيرة وكثيرة. نعم مستمعين الكرام، كموضوعنا اليوم عن الكوتشنج، وكان معنا الكوتش هاني بحويرث كوتش معتمد وعضو مشارك بجمعية الكوتشنج البريطانية. أشكركم كلكم كل اللي شاركوا معي سواء عبر الاس ام اس أو عبر أيضا مداخلاتكم الهاتفية. أشكر أيضا زميلتي الدائمة معي من خلف الكنترول ابتسام عزام، رح يجدد التواصل فيكم بمشيئة الله تعالى غدا في تمام الساعة 11 صباحا مع مواضيع جديدة بطبابة ألف. هذا البرنامج برعاية مجمع عيادات المركز الاستشاري